ايام رباط اقول لك لا عاد تدور. توصل هذه الولايه يا اخي ما راح تنسى ليلتك عندما تسكن في مراسي. يا الله يا الله، المسبحه هذا كله كافيه قدامكم، والاطلاله الحلوه هذه في مراسي مرباط شغل، والكوس يلطمك بواحد في العين. هنا مراسي مرباط. قبل يا حي حي الله بالحامل والمحمول. أبو قلت نص ساعة انتظر، 40 دقيقة لا بنتظر حتى لو أبغى ساعتين. كيف أموركم؟ كيف صحة؟ يا حي الله بحمدي، الله يعطيك الصحة والعافية. الله ينور دربك. إيش رأيك بتصوير ملمس؟ ها؟ لأنه الإتقان اللي عملتوه أنا أقول بيض الله وجيهكم على اللي سويتوه في مشروع مراسي. أنا أعتبر مشروع مراسي هو تكملة للمشاريع اللي اشتغلتوها في ظفار أو في خارج ظفار. بيض الله وجيهك. زين، بغيت بس أستفسرك استفسار سريع عن الباقي اللي في مشروع مراسي. يلا فدي جماعة، مهم يا جماعة، فرصة تصوير اعلاني بالامس عشان شقق قال احمد امبرك ما يهم. ليش؟ لانه 95% من الشقق اللي بتشوفوهن فل. كم باقي؟ باقي اربع شقق. قال لي الاهم في الموضوع المحلات التجاريه. ايوه، خلي المحلات، انا اقول لك الشخص اللي يسكن ينزل يحصل هنا كوفي، يحصل سوبر ماركت. زين، تصدقوا بالله اني ساكن من امس محتاج كوفي، محتاج مطعم، محتاج اغسل ملابس، فما بالكم انا شخص وعدد المستاجرين والملاك اللي يحتاجون خدمات في هذه البناية. أعطيهم عرض من عندي الرجال. ها، فرصة. أعطيهم عرض. سماع، أعطيكم فترة سماح إن شاء الله 3 شهور في هذا المكان، وإن شاء الله هذا المكان بإذن الله راح تحصلوا يعني كمية من البشر، لأنه عندنا. زين، أوكي، أنا طالبك بعد 3 شهور مال السماح. السعر أنا بحط رقم التواصل ويرضيهم. بيرضيهم 100%. يا جماعة، في سوبر ماركت طبعا كبير، في محل ايوه كبير اللي هو السوبر ماركت، الهام الريد سوبر ماركت اللي موجود. السوبر ماركت ما بيخدم كل السكان هذيلا بس، بل بيخدم ايضا المنطقه اللي قدامكم اللي ما فيها لا سوبر ماركت ولا فيها ايضا خدمات قدام عيونكم فرصه لكم، هذه بترضيكم. الرقم الحين بحط لكم اياه. الله يا مرباط الله 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 يا دي نسيك. شوفوا كورنيش مرباط، انتهاء مشروع كورنيش مرباط يا عيني. المطاعم، ها، الممشى الرياضي قدامكم اندوه. لا 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 يا دينو مرباط، دي نسيك تفاجأتك. شوفوا ما شاء الله، ممشى رياضي، العاب للاطفال، مطاعم، مظلات، متنفس جميل جدا. حياك الله، متنفس جميل جدا هنا في كورنيش. زير، لا ما خلصنا، هنا ذنزته. الله، مصلى للرجال ومصلى للنساء. تشاهل مربط الحبيبه، تشاهل ميك المكر. والله اني ارتحت نفسيا يا جماعه. شوف المتنفس، شوف الناس اللي جالسين في هذا الموقع السياحي الجميل جدا في مرباط اللي هو شاطئ زهير معروف. لا 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 يا عيني، الله يهنيكم يا هالمرباط، وعقبال طوكيو. كورنيش طاقة، المشروع الضخم القادم اللي بيكون في طاقة. الله يهنيكم يا هالمرباط. عز الله عرض شيء هلمك. معقول الناس في مرباط يطالبون بمطب يا جماعة؟ مطب وما ينفذ؟ بلدية مرباط، الشارع اللي قدام نادي مرباط شارع خطير جدا، التقاطع اللي قدام النادي والتقاطع اللي بعد النادي يا أخي، هذا واحد من أخطر شوارع مرباط. أريدك أنت كبلدية توقف هنا وتشوف اللي جاي من حلو كيف مسرع طلقتك، يجيك واحد متقاطع بوم. رمضان الماضي 2 هنو طاروا جو توفوا، وغير الحوادث. أوه أوه أوه، ما توقف، ما طب يا أخي، طب دب 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 شوية دائما انتهى الموضوع. بتقول لي وفق المعايير والمرور شوارع هاي واي سرعتها من 120 140 فيها مطبات، مطبين يا اخي، بتوقي الناس شر هذا الشارع والحوادث اللي موجوده فيه، ولا عادك ما تنتظر حتى يستوي شهر.
انهي الموضوع بمطب، مطب فقط. شو عيني دامع توك عشته. تأمل في خلق الله. آه يا دربيتا، سكرت على كل المناطق في ظفار ترند أورد بس نكال ديري. هذا خلق الله يا بني آدم، شوف الجنة أنت. فيك اليوم تستمتع، فيك تغفل، فيك تنطرب اليوم أنت وعائلتك، شغل السلف مالك وتحرك الاستراحة تي. ليش؟ بعد ساعتين من الحين بيشعل لها مؤيد حبراس الليلة الليلة طاب السمر الليلة. طبعا الاستراحة تي اللي فيها الألعاب وفيها المطاعم والفعاليات، بالإضافة لحفل فني ساهر برعاية بن حبراس. تراها الاحتفالات يوميا إلى نهاية 9 في استراحة تي. اليوم فقرة بن حبراس وانطربوا معه.